مشاهدينا أهلا بكم ضمن أخبار الظهيرة. هذه أبرز العناوين. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم الثاني من عملية مرحبا 2022 لاستقبال مغاربة العالم، عملية تتميز هذه السنة باتخاذ إجراءات جديدة. تنمية الوعي البيئي لدى الناشئة من شأنه أن يحافظ على سلامة المحيط الطبيعي والتحسيس بأهمية التوازن البيئي. بمكناس تتويج ثلاثي للجمعية الرياضية المغربية بلقب البطولة الوطنية للكرة الحديدية للموسم الرياضي 2020-2021 في المباريات النهائية. انطلاقة رسمية بالأمس لعملية مرحبا، مغاربة العالم يصلون تباعا إلى أرض الوطن عبر مختلف نقاط العبور، يجددون الوصل مع الأهل والأحباب بعد الانطلاقة الرسمية لعملية مرحبا 2022 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تلعب دورا محوريا من خلال التنسيق مع كل الشركاء المعنيين بهذه العملية. نتعرف على جانب من عملها من خلال روبورت حفيظ الهواري وسمير بركة. بميناء الناظور بننصار، وقبيل وصول إحدى البواخر القادمة من ألميريا لإسبانيا، تؤخذ كل الترتيبات والاستعدادات بمقر مؤسسة محمد السادس للتضامن لاستقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف، من خلال تعبئة الأطقم الطبية وشبه الطبية والمساعدات الاجتماعية. في إطار عملية مرحبا 2022 بميناء الناظور بنصار، حيث نستقبل أول باخرة لصعلة هذا المرصف. كما تعلمون مؤسسة محمد الخامس للتضامن عبأت كاع الأطقم تاعها سواء طبي أو شبه طبي للتدخل عند الحاجة، وهذه التدخلات كتكون عبارة عن خدمات طبية أساسية أو إسعافات أولية، وكذلك إذا كان هناك نقل طبي استعجالي في حالة حرجة. مع وصول الباخرة إلى الرصيف ورسوها، كانت كل الأطقم مستعدة لإنجاز مهامها بسرعة وبدقة وتقديم مختلف الخدمات بالجودة المطلوبة. هناك الجانب الآخر ديال التدخل ديال المؤسسة، هو الجانب المساعدات الاجتماعيات اللي تيكونوا حتى هما منجندين باش كيواكبوا المغاربة الخارج إلا كانوا بحاجة لشي مساعدة اجتماعية أو نفسية، أو مثلا إذا طرأ بهم طارئ. هذه الرحلة مرت في ظروف عادية، ولم تعرف تسجيل أي حالة صحية تستدعي التدخل، وتمت عملية العبور بسهولة وسلاسة. ولمعطيات أوفر حول عملية مرحبا نربط الاتصال المباشر مع الزميل حفيظ الهواري من الناظور. حفيظ مرحبا. مرحبا سهام، مرحبا بكل المشاهدين الكرام. إذن حفيظ، تابعت الأجواء هناك منذ انطلاق عملية مرحبا بالأمس على مستوى الجهة الشرقية للمملكة، لو تقربنا أكثر من عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن. نعم سهام، لحد الآن الوتيرة يعني لا زالت عادية جدا، لم نبلغ بعد إلى مستوى الذروة بالنسبة لتدفقات أبناء الجالية المغربية بالخارج. نحن الآن بمطار الناظور العروي، حيث يعني هناك طاقم من الأطقم المهمة في عملية مرحبا، وهو طاقم رجال الجمارك. إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقوم بأدوار يعني جد مهمة، فرجال الجمارك يمكن تلخيص مهمتهم في مراقبة كل ما يدخل أو يخرج عبر الحدود الوطنية. لهم طبعا رسالة مهمة جدا، فهم يحرصون على أمن الاقتصاد الوطني، يحرصون على سلامة صحة المواطنين، يحرصون أيضا ويساهمون في سلامة البيئة. طبعا بالأمس كنا قد تحدثنا عن كل الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بخصوص السيارات. اليوم استضيف السيد يوسف فنيش الامر بالصرف بمطار الناظور العروي لكي يجيبنا عن بعض التساؤلات التي يطرحها المواطنون، واخص هنا بالذكر مسألة التصريح بالأموال والمبالغ المالية التي تكون بحوزة يعني أبناء الجالية المغربية بالخارج. يعني السؤال دائما شنو هي المبالغ اللي خصهم يصرحوا بها ابتداء من أي مبلغ، وعلاش خصهم يصرحوا، والطريقة كيفاش غادي يصرحوا. نعم، قبل الإجابة على السؤال، المديرية الجهوية لجمارك جهة الشرق عززت مصلحة بموارد بشرية مهمة ولوجستية التي ستمكننا من استعداد الأمثل لهذه العملية، عملية مرحبا 2022، وبالتنسيق مع كافة المتدخلين المتواجدين في المطار، من بينهم على رأسهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن. بالنسبة للتصريح الإجباري بالعملات ووسائل الأداء، فالقانون الصرف يحتم على الجالية ديالنا اللي عندها مبلغ مالي قيمته يفوق 100,000 درهم التصريح به عند الوصول يعني عند جمارك. يعني بمجرد وصولها خصها تقدم لعناصر الجمارك وتصرح بهذه المبالغ وغادي ويعطيوها واحد شهاده التصريح بهذا المبلغ لاستعماله في الحاجه. وهذا هذه الشهاده غادي تمكنهم حتى في حاله ما الى رجعوا الى الخارج انهم وداو معهم ذاك المبلغ او 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 بعض من ذاك المبلغ، انها كتكون شهادة تثبت يعني الحيازة ديالها. وكذلك هذيك الشهادة ديال التصريح بالعملات كتمكنهم حتى مثلا اللي كتكون عندهم مبالغ كبيرة يعني كتفوق 100,000 درهم، أنهم مثلا كيطلبوها لهم في الأبناك كإثبات الحيازة. وحتى الجالية اللي كتجي هنايا والأفراد اللي كيجيو إذا كانت عندهم مبالغ أقل من 100,000 درهم وكانت عندهم النيه ان ممكن يرجعوا مثلا واحد المبلغ ذاك اللي جابوه يعني في اثناء العوده، يصرحوا به للحصول على هذه الشهاده ديال التصريح، والتي غادي يقدموها ملي غادي يمشيو مثلا في الذهاب. ملي غادي يمشيو غادي يقدموا ديك الشهاده على اساس ان هذيك المبالغ اللي يدخلوها راه هي هذه ولا أقل. نعم. سي يوسف فنيش، هناك أيضا تساؤل يعني كيطرحوه المواطنين، مثلا كتوقع أشياء غير متوقعة. مثلا واحد من أبناء الجالية المغربية جا لهنا بالسيارة ديالو، دخل بالسيارة ديالو، فكتوقع يا إما طارئ صحي أو أسباب مثلا أسرية أو مهنية، فكيكون مرغم أنه يغادر المغرب في أسرع وقت، ولكن غيخلي السيارة ديالو. نعم. فبالنسبة لهاد الأشخاص شنو اللي خصهم يديروا كإجراء فاش كيجيو غاديين من المطار؟ نعم، في هذا الحالة ديال المغادرة كنسميوها المغادرة المستعجلة. في هذه الحالة يعني ديال العودة مثلا لأسباب مثلا كتكون مهنية أو عائلية أو صحية، كيجي مثلا شي من الأفراد الجالية المغربية كيقول لك أنا بغيت نرجع لأوروبا، ولكن السيارة ديالي بغيت نخليها هنا. هو يعني عنده الحق يخليها هنا مادام أن ديك الصلاحية ديال القبول المؤقت، ديك الورقه اللي عطاوها لهم اللي دخل بها السياره باقي فيها الصلاحيه، عنده الحق يخرج يعني يخلي السياره ديالو ويجي مثلا المطار ولا داك الشيء هذاك، ويتقدم للمصالح الجمركيه يقول لهم انا غادي نخرج، يعني راه بغيت نخرج ولكن السياره ديالي باقيه هنايا. حنا كنعطيه واحد الشهاده ديال واحد الشهاده ديال الخروج ورخصه الخروج، يعني كنقدموها له صافي يعني بواحد السهوله يعني كيمشي يعني كيغادر التراب الوطني. اذا في انتظار ان ملي يرجع مثلا يكمل الاشغال ديالو ديك الظروف يرجع ويخرج السياره ديالو بطريقه عاديه. الاجل تقريبا اللي كيكون عنده الاجل باش يخلي السياره ديالو داخل التراب الوطني، الاجل ديال السيارات ديال الاشخاص اللي هي 6 اشهر، يعني 6 شهور عنده في العام كامل، غير لهذا العام، يعني هذا العام اللي كان شويه السنوات هذه ديال كوفيد 19، وهذا العام كذلك ان الاداره ديالنا يعني عطاتهم واحد التمديد ديال هذا المده ديال الصلاحيه اوتوماتيكيا لغايه 31/12/2022. شكرا جزيلا سي يوسف فنيش على كل هذه التوضيحات. اذا اعود اليكم زميل حفيظ الهواري، شكرا لك ولضيفك الكريم، كنت معنا مباشرة من الناظور. مطار طنجة ابن بطوطة الدولي يواصل استقباله لأبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف، وكل الإجراءات اتخذت لتسهيل عملية مرحبا بإشراف متواصل وفي جميع النقاط لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجميع أطقمها لتقديم المساعدة والاستشارة الضرورية لضمان راحة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وللاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بعملية مرحبا ينضم إلينا مباشرة من مطار طنجة ابن بطوطة الزميل رضا عماو. رضا مرحبا. أهلا بك سهام، أهلا بالمشاهدين الكرام. كيف تمر عملية مرحبا على مستوى مطار ابن بطوطة؟ سهام كما تعلمين على غرار باقي مطارات المملكة، مطار طنجة بن بطوطة بدوره يواصل استقبال أبناء المغاربة المقيمين بالخارج في إطار عملية مرحبا لسنة 2022. ولمزيد لمعرفة المزيد من هذه الإجراءات المتخذة لإنجاح هذه العملية يحضر معي بجانب السيد محمد بالحاج، هو مدير مطار طنجة بن بطوطة، ليقربنا أكثر من هذه الإجراءات لإنجاح هذه العملية. أهلا بك سي بالحاج. أهلا وسهلا أخ رضا، شكرا. إذا انطلقت منذ يوم أمس عملية مرحبا 2022 التي تطلقها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتساهم في تنفيذها وتنسيقها مع مختلف المتداخلين عبر مكاتبها المتواجدة بعدد من مطارات المملكة. هذه العملية ديال مرحبا ديال 2022 استثنائية لأنه بعد سنتين من التوقف المستمر للحركة الجوية فقد تمت تعبئة جميع المصالح من إدارة المكتب الوطني للمطارات و إدارة الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، وكذلك وزارة الصحة تعبأت لوضع إجراءات تنظيمية ولوجستيكية من أجل تجويد الخدمات المقدمة إلى الجالية المغربية بالخارج، وكذلك التحسين المستمر لظروف استقبالها فيما يخص السيولة في الإجراءات بالمطار والتكفل بالمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة أو الراغبين في المساعدة، وكذلك التدابير الصحية. سي بحاج، يعني بالنسبه لك كنعرفوه يعني هذه السنه سنه استثنائيه كتجي بعد سنتين من التوقف بسبب ظروف الجائحه، ما هو تقييمكم لعدد الرحلات؟ نعرفوا يعني ان نسبه الرحلات غتكون نسبه الوافدين غيكونوا كثيره هذه السنه هذه، بالنسبه لكم شحال هو العدد ديال الرحلات اللي ممكن ان مطار طنجة انه يستقبلها؟ الرحلات المبرمجه ما بين ان شاء الله 5 يونيو و15 شتنبير تؤشر بتفاؤل كبير، يعني تسير في ارتفاع متميز، حيث سنعالج إن شاء الله أكثر من 650 ألف مسافر و 5300 رحلة، ما يعادل استرجاع 150% من عدد المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من 2019. 13 شركة طيران وطنية وأجنبية تؤمن 338 رحلة أسبوعية من مطار طنجة الدولي إلى 10 بلدان أجنبية، مما يوفر عرض جوي كبير لجاليتنا المقيمة بالخارج. وشكرا. شكرا. إذا سهام كما تتبعتي الكل معبأ هنا من سلطات مختصة وبإشراف تام من مؤسسة محمد الخامس للتضامن لإنجاح عملية مرحبا لهذه السنة. وعودة إليك وتتمة أخبار نشرة الظهيرة. الزميل رضا عما، وشكرا لك ولضيفك الكريم على كل هذه التوضيحات. كنت معنا مباشرة من مطار ابن بطوطة بطنجة. وترتيبات مهمة وتعبئة متواصلة للعنصر البشري والوسائل اللوجستيكية على مستوى مطار مراكش المنارة لاستقبال أفراد الجالية المغربية ضمن عملية مرحبا 2022. أمينة علام والمعتصم بالله البوزاوي. انطلقت عملية مرحبا برسم السنة الجارية لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، ومطار مراكش المنارة يسجل مؤشرات مهمة من حيث عدد المسافرين الذين يتوافدون عليه من أنحاء مختلفة من العالم. مغاربة المهجر يشكلون نسبة مهمة من هؤلاء، والأرقام قابلة للارتفاع مع اقتراب العطلة الصيفية، مناسبة لقضاء أوقات ممتعة وسط الأهل والأحباب، خاصة بعد رفع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19. اجراءات هنا في مطار مراكش كانت مزيانه، ما كانش شي تعطير بزاف. هذه 3 سنين ما دخلناش وزعما داز كلشي مزيان. جيت من اسبانيا 3 سنين هذه ما جيتش للمغرب، ودابا ارتحت الفرصه وجينا نشوفوا العائله ونشوفوا الحباب ديالنا. الاجراءات دازوا مزيان مع هذه الرحله، كلشي داز مزيان، الكونترول كلشي مزيان. وصلنا دابا شحال هذه ما دخلنا من قبل رمضان. تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبتنسيق مع كل الشركاء، اتخذت هنا بمطار مراكش المنارة كل الترتيبات لاستقبال الوافدين بأحسن الظروف وضمان الانسيابية اللازمة لعمليات الوصول والمغادرة. التدابير كتشمل تجنيد الموارد البشرية اللازمة من أجل تنظيم عمليات العبور وضمان الانسيابية أثناء جميع المراحل، تعزيز الفرق المكلفة بالإرشاد والتوجيه ومساعدة المسافرين، التوعية ديال جميع المتدخلين خصوصا هذوك الناس اللي عندهم كيتعاملوا بشكل مباشر مع المسافرين من مصالح عمومية ومن ممثلي شركات الطيران ومن أرباب المطاعم والمتاجر وغيرهم، التوعية ديالهم بضرورة العناية وتوفير جميع التسهيلات الممكنة. كل التوقعات تشير إلى موسم صيفي متميز سيسجل بدون شك إقبالا كبيرا للمغاربة المقيمين بالخارج على بلدهم، وكل المصالح المعنية بعملية مرحبا لن تدخر جهدا لتنفيذ توجيهات الملكية السامية وإنجاح هذه العملية حتى يقضي مواطنون بالخارج عطلتهم في ظروف جيدة بين دويهم وفي أحضان وطنهم الأم. وللاطلاع على سير عملية مرحبا التي انطلقت رسميا بالأمس على مستوى مطار مراكش المنارة، نربط الاتصال المباشر بالسيد المصطفى كين الله، ضابط مداومة بمطار مراكش المنارة. مرحبا سيدي، مع انطلاق عملية مرحبا سجل مطار مراكش المنارة توافد مغاربة العالم، كيف تم التهيئ لإنجاح هذه العملية؟ شكرا على السؤال ديالكم. فعلا لقد وضع المكتب الوطني للمطارات واحد المخطط شامل لاستقبال المغاربه المقيمين بالخارج، حيث تم استحداث خلايا للتتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين في الشأن المطاري. بالنسبه في نفس هذا الاطار، لقد تم تجنيد كل الطاقات البشريه والماديه بمطار مراكش منارة من اجل ضمان انسيابيه مرور المسافرين مع مختلف، كما تم التنسيق مع مختلف الشركاء المطاريين لتعزيز فرق العمل على مستوى نقاط المراقبه الامنيه والجمركيه والصحيه، وكذا الفرق التابعه للمطار المكلفه بالارشاد والتوجيه ديال المسافرين. طيب، ما هي التوقعات بخصوص توافد المغاربة المقيمين في الخارج على مستوى مطار مراكش المنارة، وكيف يتم التنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن لضمان سلاسة كافة مراحل عملية العبور من المطار؟ بخصوص التوقعات فمطار مراكش المنارة معروف عليه ويعتبر هو ثاني محطة من ناحية عدد المسافرين، ونسبة كبيرة من هاد المسافرين هم المغاربة المقيمين بالخارج. في هذا الإطار لقد تم وضع واحد الخطة عمل مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان انسيابية عملية العبور، وذلك بتوفير التسهيلات الضرورية للمسافرين، تنظيم التدفقات الهائلة على المطار. وعلى مستوى الخدمات الإرشاد لقد تم تحسيس الأعوان المكلفين بهذه المهمة وتبسيط وتطوير علامات التشوير في المطار لتوجيه المسافرين داخل المطار بشكل أفضل. كذلك المكتب الوطني للمطارات سخر الموقع الإلكتروني ديالو والمركز الاتصال الذي يعمل طيلة اليوم وطيلة الأسبوع للإجابة بالطبع على تساؤلات واستفسارات المسافرين عامة. سيد المصطفى كين الله، ضابط مداومة بمطار مراكش المنارة، شكرا على كل ما قدمتموه لنا من معطيات. وداخل مطار وجدة أنجاد كذلك تم توفير كل الظروف الملائمة والتدابير الخاصة لاستقبال مغاربة العالم، منهم من يزور المغرب لأول مرة بعد تخفيف إجراءات كورونا. حسناء بن جابي ورشيد العتابي. مطار وجدة أنجاد حيث حطت هذه الطائرة القادمة من مطار أيندهوفن بهولندا، وعلى متنها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يفضلون قضاء عطلتهم وسط ذويهم وعائلاتهم ودفء الوطن. أحسن بلاد في العالم هي المغرب، الله يحفظ بلادنا، الله يعز بلادنا، والله يجعل ربي دائما تكون فوق بلادنا، الله ينصرها. إيه أنك تحط رجلك في وجدة وفي أرض الوطن، راه هذيك هي الدنيا وما فيها، وتشوف الخوت والحباب وكل شيء. كل شيء زوين، تبارك الله، لا كل شيء داز على خير وبخير. والاستقبال هنا في المطار؟ واه المطار لا يعني حال كتشوف كل شيء بعينك، كل شيء زوين. جيت واحد السيمانه نشوف الوالده وان شاء الله العيد الكبير عاوتاني نوليو. إجراءات وتدابير تم اعتمادها في إطار عملية مرحبا 2022 تتلخص في مجملها في ضمان حسن استقبال مغاربة العالم. تم توفير تسهيلات ضرورية للمسافرين خاصة منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، تحسين مدة تسليم الأمتعة، وكذلك عرض أسعار النقل من مطار وجدة أنجاد نحو مختلف الاتجاهات بصورة واضحة للمسافرين، الحرص على اشتغال المحلات التجارية كالمطاعم والمقاهي ومكاتب الصرف. عملية تسهر على تنفيذها وتنظيمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتتضمن خططا أمنية ومرورية بالإضافة إلى تدابير المساعدة الصحية والاجتماعية، وذلك من أجل ضمان تسهيل إجراءات عبور وعودة مغاربة المهجر. ومن مطار وجدة أنجاد ينضم إلينا مباشرة السيد سمير بن عيادة المنسق الجهوي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن. سيدي بعد التحية، لو تقربنا من أجواء وصول مغاربة العالم منذ يوم أمس تزامنا مع انطلاق عملية مرحبا 2022 على مستوى المطار وما طبيعة الخدمات المقدمة. شكرا لك سيدتي. فكما تعلمين سيدتي الكريمة، فبعد منتصف ليلة البارحة إلى اليوم حطت بالمطار الدولي وجدة أنجاد 15 طائرة وعلى متنها أزيد من 1800 مسافر، معظمهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في أجواء عبروا فيها عن مشاعر الفرح والشوق لمعانقة ذويهم ووطنهم، خاصة أنه يعني هاد الناس يعني كان واحد توقف قسري واستثنائي لما يزيد عن سنتين بسبب الإكراهات، الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19. أما بخصوص يعني الخدمات المقدمة فبكل تأكيد سيدتي، ففي إطار عملية مرحبا 2022 هذه السنة، فنحن بطبيعة الحال نشتغل ضمن فريق عمل ميداني بأطقم إدارية ومساعدات اجتماعية يشتغلنا تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، ويعملنا على التنسيق مع مختلف المصالح الخاصة المتواجدة بالمطار من أجل تقديم المساعدة لأفراد الجالية. كذلك هناك تقديم تسهيلات اللازمة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة بتنسيق مع بطبيعة الحال مع الفاعلين هنا بالمطار، هذا فضلا ايضا عن خدمات مرتبطه بالتواصل الاستماع والتوجيه وكذلك اعطاء النصائح والارشادات. طيب، مطار وجدة أنجاد من المطارات على الصعيد الوطني التي تعرف توافد اعداد كبيره لمغاربه العالم، ما الذي يميز عمليه مرحبا هذه السنه؟ بكل تأكيد سيدتي، فهناك يعني نسبة مئوية مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لهم ارتباطات عائلية بالجهة الشرقية. فما يميز عملية مرحبا لهذه السنة هو أنه بطبيعة الحال أنه كل المؤشرات الحمد لله تنبئ بتدفق وفود وأعداد هائلة لمغاربة العالم، اعتبارا كذلك سيدتي فللمكانة والعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للجالية المغربية المقيمة بالخارج. فقد جنت مؤسسة محمد الخامس لتضامن كل أطقمها الإدارية والطبية والشبه الطبية، وكذا بالتنسيق المحكم مع السلطات ومختلف المصالح المختصة هنا، سواء بمطار وجدة أنجاد أو بمختلف نقط العبور، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه. بطبيعة الحال فهي كلها تدابير وإجراءات تسعى يعني قدر الإمكان إلى تبسيط المساطر وتقديم الخدمات عن قرب من أجل ضمان استقبال جيد لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. سيد سمير بن عيادة، المنسق الجهوي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، شكرا على كل ما قدمتموه من معطيات. دوليا المعارك مستمرة بين القوات الروسية والأوكرانية، وقد أصبحت 5 أراضي محتلة من قبل روسيا، فيما يواصل الجيش الأوكراني التصدي للعمليات العسكرية الروسية بمنطقة لوغانسك. زكية بالقص. السلطات الأوكرانية تعلن سيطرتها على نصف مدينة سيفيرودونيتسك شرق البلاد. بهذه المنطقة الاستراتيجية تتواصل المعارك، وقد أفاد حاكم لوغانسك أن القتال لم يتوقف بين طرفي النزاع، وأن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المواقع الصناعية. ولدعم الجنود على خط الجبهة، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة لمقاطعة زابورجيا للاطلاع على الوضع الميداني، وهذه الزيارة هي الثانية من نوعها خارج العاصمة كييف منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية أكدت من جهتها أن صواريخ بعيدة المدى تصدت للقوات الأوكرانية ودمرت مدرعات ودبابات ضاحية العاصمة كييف. وطالبت أوكرانيا مجددا الدول التي تدعمها بإمدادها بالمزيد من الأسلحة المتطورة، وأعلنت بريطانيا أنها سترسل قاذفات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، في تحدي جديد للرئيس الروسي الذي حذر من تزويد كييف بالأسلحة. دخلت حملة الانتخابات التشريعية في فرنسا بالأمس أسبوعها الأخير، قبل اقتراع تواجه فيه غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطا متزايدة من ائتلاف يساري، فيما الاقتراع مهدد بنسبة امتناع كبيرة في صفوف الفرنسيين. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها فتحت أداء مصاريف الحج للأوائل في لوائح الانتظار برسم قرعة 2019 المستوفين للشروط المعلن عنها سابقا، وذلك أيام الاثنين 6 والثلاثاء 7 والأربعاء 8 يونيو 2022. يتم تغيير العجلات المطاطية أو إطارات السيارات في أجل أقصاه 5 سنوات، ما ينتج عنه آلاف العجلات المستعملة سنويا، والتي يتم طمرها أو حرق جزء كبير منها داخل المصانع. إشكالية بيئية تفرض التفكير في حلول بديلة كالتدوير والتثمين. روبورتاج أمين هناوي ومحمد العربي. بهذا المحل المختص في تركيب وإصلاح العجلات تتم عملية مراقبة صلاحية إطارات السيارات قبل استبدالها في مدة أقصاها 5 سنوات، عملية تنتج عنها سنويا آلاف الإطارات المستعملة في ظل الارتفاع الكبير لأعداد حاضرات السيارات بالمملكة. تيجيو عندنا ديك اليوم كنصحوهم، كتقول لي كل ديمين راه خاصك تجي دير لي كيليبراج باراليزم وتكروازي لي بنو باش كنعرفوا انه واش البنو خصو يتبدل ولا لا. كيكون في واحد تيموا وكيكون واحد لاجوج، هذيك لاجوج فاش كيوصل البنو 1.5 ملم كيخص البنو يتبدل. تختلف عملية التخلص من هذه الإطارات المستعملة بين الدفن أو الحرق داخل الوحدات الصناعية المختصة في إنتاج الإسمنت أو تدوير جزء يسير لاسترجاع بعض المواد الأولية كالحديد والمطاط، ليبقى التثمين أحد الحلول المناسبة للحفاظ على البيئة. التخلص منها كاين عدة طرق، الطريقة الأولى هو الحرق ديالها، الطريقة الثانية هو التمر ديالها، يعني كنتمروها، يعني كنقوم بالدفن ديالها. أول حاجة بأن هي كتحلل تقريبا بين 600 و1000 سنة، يمكننا نحولوا هذه البنوات من منتوجات سامة وضارة بالبيئة بالطبيعة بالإنسان إلا مواد اللي هي كنخرجوا فيها احنا عملة صعبة لخارج البلاد. تدوير وتثمين هذه العجلات المطاطية وتحويلها لمنتوجات بديلة بالشوارع والحدائق وملاعب كرة القدم وأيضا داخل الموانئ، حلم يسعى العديد من المستثمرين الشباب إلى تحقيقه على أرض الواقع، كهذا الشاب المقبل على افتتاح وحدته الصناعية بالعاصمة الاقتصادية. البنو فيه 3 ديال المواد الأولية وهي الكاوتشو والحديد والتكستيل، دونك قبل كان هذا الشيء كامل التكستيل والبنو كيمشي كيتحرق عند لي سيمونتي، مي حنا دابا ان شاء الله غادي نبداو نشدوا لي بنو وغادي نعاودوا نخرجوا بهم دي ماتيريو اللي كيتستعملوا في لوربان، كيتستعملوا في الجرادي. التخلص من هذه الإطارات المطاطية المستعملة دون الإضرار بالبيئة أضحى من أولويات العديد من المستثمرين المغاربة والفاعلين الجمعويين عبر تقنيات إعادة التدوير والتثمين، خصوصا وأن استهلاك دول العالم للمطاط يناهز 26 مليون طن سنويا. احتفالا باليوم العالمي للبيئة، نظمت جمعية تماويت مع مختلف الشركاء حملة نظافة ساهم فيها عدد من التلاميذ والأطفال، مبادرة هدفها تربية الناشئة على الممارسات الجيدة. فاطمة تابوت وعاشور بن مسعود. مسجد الحسن الثاني كان مسرحا لحملة نظافة بمشاركة متطوعين وجمعويين وتلاميذ وبراعم صغار من أجل ترسيخ ثقافة حماية البيئة وتنظيفها والتوعية بالأخطار التي تحدق بها جراء تصرفات الإنسان. جينا كأطفال نقيو هذه المدينة ونوعيو الناس بأنهم ما يبقاوش يرميو الأزبال باش يساعدوا على ترقية بلادنا وعلى أن وعلى الحفاظ على البيئه ديالنا باش نعيشوا في بيئه افضل، ونحاولوا ديما ننظفوه ونخليو البيئه ديالو نظيفه والمحيط ديالو نظيف باش حنايا كاطفال تنميو المستقبل ديالنا وكنتمهدوا المستقبل ديالنا انه باش يكون نقي وزوين ونخليو بلادنا ديما الفوق الفوق. الحملة عرفت إشراك معدات جديدة باستخدام دراجات ثلاثية الدفع بالكهرباء ستخصص لحماة البيئة لتأطيرهم وتقنين مجال عملهم. اليوم تنشوف واحد آلية جديدة من طراز جديد اللي هي كتعتمد الكهرباء، منها أهداف متعددة هو أنه إدماج واحد الطبقة اللي هي مهمشة، كذلك كتحمينا هذيك الروائح ما كتخرجش، ثالثا هذاك السائل ما تيمكنلوش ينزل. هذا الشيء كامل تنخدموا به على أساس أنه نحافظوا على البيئة ديالنا ونخدموها بطريقه ايجابيه، وتنظن بان المجتمع المغربي ديالنا منفتح على هذه العمليه ديال البيئه ومنفتح على الثقافه ديال البيئه. دونك لو رابور دو لا ريليجيون افيك النظافه راه مكتوب كاين، اللي ما بغاش يقرا مي كاين، وحنا خاصنا نقريو وليداتنا على حسب كما تنقريوهم يصليو وكما تنقريوهم يدخلوا للجامع نقيين، خاصنا نعلموهم تهادي تكون عندهم في الدم يبداو ينقيو الارض ماشي يخرج ويرمي. الأطفال المشاركون في الحملة هم أعضاء جمعيات رياضية أغنوا مشاركتهم بتقديم عروض فنية احتفالا باليوم العالمي للبيئة وتنزيل ثقافة المحافظة عليها. رياضيا، فاز ثلاثي الجمعية الرياضية المغربية بلقب البطولة الوطنية للكرة الحديدية للموسم الرياضي 2020-2021 في المباريات النهائية التي جرت بمدينة مكناس وكان على حساب فريق أسطاد المغربي. خالد شخمان. تتويج الجمعية الرياضية المغربية للكرة الحديدية بلقب البطولة الوطنية جاء إثر تفوقها في المباراة النهائية على نادي سطاد المغربي. التنافس طيلة يومين كان كبيرا بحضور لاعبين مجربين وآخرين ينتمون إلى الفريق الوطني. الصراحة هاد بطولة المغرب كانت في مستوى كبير بزاف، كانوا أحسن ثلاثيات، 18 ثلاثية، أحسن 18 ثلاثية في المغرب، والحمد لله تمكنا باش نفوزوا بهاد البطولة هذه. يمكن الإنسان إلا يكون سعيد يعني يتوج من بعد واحد المجهود اللي قامت به الجمعية، يعني لا من الجانب المادي ولا من الجانب ديال تشجيع هاد اللاعبين هادو ولا الاستقطاب ديالهم، فالحمد لله حمروا الوجه ووصلنا للمبتغى اللي كان اللي تراسينا معهم، وهو إحدى الألقاب الوطنية يا البطولة يا كأس العرش. الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية أحدثت لقبا جديدا هو كأس الجامعة، فاز به نادي الاتحاد الرياضي القنيطري على حساب النادي الرياضي المكنسي مستضيفا المباريات النهائية للبطولة. هو من بعد ثلاثه الجولات ديال الاقصائيات عطاتنا واحد لاكاليتي ديال اللعب، كانوا لعبه في المستوى الانديه في المستوى هما اللي شاركوا في هذه البطوله هذه. اليوم كاين واحد التطور كبير دارته الجامعه، وكاين واحد التغيير جذري لا بالنسبه للمنافسات لا بالنسبه للتكوين لا بالنسبه، وفعلا انا عجبني صراحه ما هو تقني كان في مستوى عالي. البطولة التي جرت على مدى يومين كانت فرصة لمتابعة عناصر الفريق الوطني واستقطاب آخرين قبل المشاركة في مختلف التظاهرات الدولية المقبلة. مشاهدينا، نهاية أخبار الظهيرة، إلى التذكير بالعناوين. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم الثاني من عملية مرحبا 2022 لاستقبال مغاربة العالم، عملية تتميز هذه السنة باتخاذ إجراءات جديدة. تنمية الوعي البيئي لدى النشئة من شأنه أن يحافظ على سلامة المحيط الطبيعي والتحسيس بأهمية التوازن البيئي. بمكناس تتويج ثلاثي للجمعية الرياضية المغربية بلقب البطولة الوطنية للكرة الحديدية للموسم الرياضي 2020-2021 في المباريات النهائية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.